شكرا أستاذة والزميلة والصديقة حياة الزراري. بين قوسين هي في صدد التهيئ مع أستاذة تونسية عدد خاص بلوفي أليمونتير وكنشارك فيه بالمعروف التغذية، وحنا في صلب المواضيع اللي كتبدو بسيطة في الأول وتبدو ربما ما لدى علماء الاجتماع شحال قراو 40 عام ويمشي يخدم على القديد ويخدم على تكون بحال النازات تخدم على أشياء اللي كبيرة شي شوية. وسعيد جدا لأن كاين وجوه شحال هذه ما شفتهاش واليوم كنشوفها حتى هي، ولو أن ماشي شحال هذه ما شفتهاش ولكن سعيد باش نشوفها اليوم. طيب هي هذا النوع من 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 المحاضرات دائما كيخلق لي مشكل من أين يمكن أن آكل الكتف، يعني داك الشيء كثير، وقت ما وجدت شي حاجه كنكون مستاء، وقت ما وجدت شي حاجه كنقول لا ربما الجانب الاخر ممكن يكون اهم. ماشي بالنسبه لي انا كنتخيل، وخصوصا الان غادي يسمحوا لي زملائي الكبار والاساتذه نتكلم مع 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 الشباب، ولو ان قلال هنا شي شويه كيبانوا شويه اكثر. المعرفه الانثروبولوجيا، ما الذي يمكن ان يسديه انثروبولوجي في تحليل في المحافظة في تتمين الموروث الثقافي؟ وغادي تكون مساهمة جد بسيطة الآن، وحتى كون كان عندي الوقت كثير غادي تكون مساهمة بسيطة. المدخل من بين المداخل الأولى أظن هكذا من ناحية الديداكتيكية هي علاقة الموروث الثقافي بالقيم، وعلاقة الأنثروبولوجيا أيضا بالقيم. أذكر فقط بالنسبة للسنوات 80 والسبعين أنثروبولوجيا كل شيء أنثروبولوجيا استعمارية، لاكارت فيزيت الأولى ديالك تدير فيها سوسيولوجي لأن مخبي شي شوية أنثروبولوجيا في هذاك الوقت، ومن بعد الآن كل شيء كيتكلم عن أنثروبولوجيا. وحاولنا نبينوا بأن الأنثروبولوجيا ككل العلوم الاجتماعية لها تاريخ وتواريخ، ليس هناك أي علم يحكم بتاريخه، ما كاينش شي علم اللي غادي يبقى راهين. الجغرافيا ايضا راه تستعملت للحروب، واللسانيات تستعملت باش يفهموا كيفاش المستعمرين كيتكلموا الى اخره الى اخره. فالان ما بقاش هذا المشكل، ولكن كتبقى دائما في الاجندة الاكاديميه ان هناك بصفه ضمنيه او بعض المرات بصفه صريحه، وخصوصا في اختيار المواضيع في الدكتوراه، أن هناك مواضيع مشروعة، مواضيع غير مشروعة، مواضيع جيدة، مواضيع رئيسة، مواضيع ثانوية، مواضيع لها. بلا ما تدير هادشي هذا كيفاش تضيع راسك؟ خدم على القانون، خدم على القانون الدولي، الاقتصاد، الماناجمنت، تدبير المقاولات. ولو أن ليس هناك أي تصنيف تراتبي ما بين العلوم، ولكن كاين هاد الهاجس، وكاين هاد النظره النمطيه، وخصوصا في تاريخنا، في تاريخ خصوصا الثلاثينات والاربعينات والخمسينات، في مقال حول الممارسه الانثروبولوجيه في المغرب، مقال كتبته باللغه العربيه، كان بدا بمختار السوسي ومحمد الفاسي، هو باش كنبدا، ما كنبداش بول باسكو، ما كنبداش بسميتو عبد الله حمودي او اخرين، لان عز القوميه في عز الوطنيه في عز الاستعمار مجموعه كاين واحد، ولكن هادو هما اللي بارزين كيقولوا لا ممكن ايضا الملحون الحكايات الشعبيه محمد الفاسي مع ديرمنغام 1928 في فاس. محمد الفاسي راه كان وطني، مختار السوسي راه كان وطني. مختار السوسي في مقال من بين المقالات الاولى اللي كتبت عليه حول، كان عنوان المقال لا سيونس ايت اون شاس، لانه عنده واحد البيت شعري كيقول فيه العلم صيد والكتابه قيده، العلم صيد
والكتابة قيده كيكمل كيكمل. وقلت للأسف لحد الآن محمد فاسي ما عطيتوش مقال لوحده، ولكن المختار السوسي كان عنده هذا الحس ديال اللي تكلمنا على قبيلة ديال الضياع، الحس بأن الأشياء كتضيع، الاستعمار كل شيء فتحت عينيه، الأشياء كتمشي، أواني كتمشي، حكايات كتمشي، رقصات كتمشي تحت عينيه، فيقول يجب أن أدون المعسول 20 جزء، 20 جزء. وبعض المرات الأشياء كيقول لك أي ممكن هذا غادي يقول لك خرافي، راحنا في عز الوطنية، في عز السلفية إلى آخره، كيقول هو كيقول جملة جد معبرة، دين خرافي أحسن من لا دين. هذه راه الأنثروبولوجي ماشي ياكلها، هذه راه يبلعها. دين خرافي، أنت اللي كتقول هذه دين شعبي، هذا الديانات يجب كذا يجب كذا، وهو في عز وعالم كبير إلى آخره، ولكن كيقول لك لا، هذه تاهي عندها وظائفها، هذه الأشياء عندها وظائفها، وهذه الناس يجب احترام أيضا، احترام ديانتهم بأي حق. أنت تجي وأنا السوسي ما بقاش ما كيقولش هادشي، بأي حق أنت تجي تقول هذه هي الديانة ولا هذه هي الثقافة ولا هي هذه ولا هذه إلى آخره. هذا احنا دابا في صلب القيم، في صلب أنا سأعطي قيمة للدين الشعبي أو لا، للحكاية الشعبية أو لا، للخبرات الزراعية أو لا، إلى آخره إلى آخره، في صلب القيم. في بعض الأحيان كتكون صريحة، وكيكون هناك واحد أو زوج أو ثلاثة أو تيار أو حزب أو منظمة أو جمعية التي تقول بلا من، أنا ما بغيتش ندخل في المسائل المسميات لأن ماشي هذا هو المهم، الفن كذا هو ضد الدين كذا أو ضد الثقافة السامية كذا إلى آخره. هذا أول شيء، لأن حسن رشيق ومحمد طوزي ومحمد مهدي وآخرين اللي اشتغلوا على مواضيع اللي ما كانتش المواضيع المتداولة في الثمانينات وفي التسعينات، اشتغلت على الطقوس في واحد الوقت اللي في كلية الحقوق والأدبات، كلية الحقوق والعلوم القانونية، حسن رشيق يشتغل على الطقوس. فهذاك الوقت الزملاء اللي كنت عزيز عليهم كيقولوا هذا راه خصو يمشي لكلية الآداب، هذا ما عنده ما يدير معنا هنا، يمشي لكلية الآداب. وكانت الرسائل الأولى كانت كتجيني كلية الآداب ديال محمد الخامس، الناس اللي ما كيعرفونيش كده معناه أن هاد التراتبية، هاد القانوني ما خصوش يشتغل على الطقوس وكذا وكذا إلى آخره، هذه اللي من الطلبة في اختيارهم للموضوع. داكشي علاش قلت كنتكلم مع الطلبة والطالبات والشابات، في اختيارك الموضوع سائلي نفسك أو سائل نفسك علاش اخترت هذا الموضوع، هذه المواضيع شنو هي علاقتها بالقيم، شنو هي علاقتها بالسياسة الحالية، شنو هي علاقتها بالأجندة العلمية، وما نختارش الموضوع فقط لأن الأستاذ ديالي قال لي أو لأن كذا إلى كذا، يكون هناك واحد التفكير في اختيار الموضوع، واختيار الموضوع جد مهم. اختاريت الطقوس، وكانت أول المحاضرة الأولى اللي كانت عندي هنايا بين قوسين كانت حول القبيلة، اشتغلت على القبائل ديال الزمور، وكتبت في الكتاب ديالي دوفونير أنثروبولوج اللي كنحكي فيه السيرة الذاتية ديالي كباحث، كنقول مع راسي انت مالك على هذا الصداع هذا، جلست في المكتبة تتبحى الناس وجلست وكتب خطط ودير الديوس ديالك، وكتقول هاد لافلام منين جات، هاد الشعلة منين جات. كتبت عليها كثير وكاينه في الكتاب، جات من الجمعيات اللي كانت في هذاك الوقت، وخصوصا النادي السينمائي العزائم، معناه ان شي حاجه كتجرك لحاجه اخرى، حاجه كتجرك لحاجه اخرى، ملي كتعطي قيمه للاشياء اللي ما عندهاش علاقه بالقيم المتداوله، باش ما نقولش القيم المهيمنه في هذاك الوقت. هذا بغيت نبدا بهذه، وهذه كتبقى دائما لاختيار المواضيع، اختيار الاجنده. تكلمت قبيله مع الاستاذ شعيب حليفي، هناك اجنده فرديه، هذاك الله يعاونك كل واحد يشتغل كيف ما، لا احد يمكن ان يقول اشتغل ولا ما اشتغل، وهناك اجندات جماعيه، وهذه الاجندات الجماعيه يجب التفكير فيها في كل كليه خصوصا مواضيع ديال الدكتوراه، مواضيع ديال الماستر، ومواضيع يجب التفكير فيها. لان في بعض الاحيان كان مرور الكرام على عدد كبير من
الإشكاليات المهمة. الطقوس قيل قبل قليل أن البادية لا تتوفر على الوثائق. أنا كنقول يا ربي غير الوثائق اللي موجودة ندرسوها، غير الوثائق، كتاب ديال تافيلالت ديال مزين فيه قانون عرفي 300 بند مكتوب القرن 18، والألواح اللي تكلم عليها باسكو، اللي تكلم عليها روبير مونتال. نجهل الأشياء في بعض الأحيان، في بعض الأحيان نهملها، وكنبقاو دائما كنقولوا ما كاينش الوثائق. بطبيعة الحال ما كاينش الوثائق، كيف ما الوثائق المخزنيه في الرباط ولا في فاس ولا في ولا في ولا في ولا في تم صلوح الى اخره، ولا في ما كاينش. ولكن كيف ما كان الحال هناك وثائق يجب دراستها. عبد الله العروينه قالوا لي، لان ما كتبهاش، ما نظنش كتبها، ولكن قالوا لي في مناقشه ديال الاطروحه ديالو في باريس، من بين الردود قال ان القبيله بكماء، لا تريبو اي ميت. ما كنردش عليه، ولكن انا كنقول الي ميت القبيله بكماء، الا كنتي كتسنى انها غادي تتكلم كمثقف. ولكن الا قلتي بان القبيله ممكن ان يعني تنقل معارفها عبر وسائل غير الكتابه، غادي تلقى بانما القبيله ماشي 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 بكماء، القبيله طرطاره، طرطاره القبيله المعروف. انا مشيت النهار اللي بغيت نتكلم على الطقوس، قلت صافي حسن رشيق داك البدايات، غادي كل الطقوس اللي كاينه في هذيك القبيله غادي نكتبها، من طقوس ديال الولاده حتى الطقوس الموت حتى الزواج حتى. بقيت كنضيق الخناق، كتعرفوا الدواز، بقيت كنضيق الخناق، الدواز 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 الدواز، تخدمت على واحد المعروف، المعروف واحد في اطروحه كامله، وما وفيتوش حقه، لان ملي كنرجعت بقيت في هذيك بانوا لي الثغرات، الاشياء اللي ما كملت في الكتاب الثاني، كملت الثغرات، وفي مقالات اخرى كملت ثغرات اخرى. ف إلى مشينا بالمكتوب أن الموروث هو المكتوب، كنبقاو في حبيسي مفهوم أو تصور أن اللي عنده القيمة واللي ممكن يمشي في التراث، وحنا في السنوات 60 و70 التراث كان هو المكتوب، كان هو المشرق، كنتكلموا على التراث معناه راه مكتوب، ما كيعنيش أن التراث المكتوب يجب إهماله، ولكن هذا كنضيقوا شي شويه من مفهوم التراث. الطقوس كأنثروبولوجي، الطقوس هو مجموعه من الرموز، وهي خطاب، كنتكلم على ديسكور، خطاب حول المجتمع، حول ما هي العائله. الا بغيتي تعرف شنو هي العائله، ما غاديش تمشي عند الناس تقول لهم شنو هي تاكت، شنو هو القانون، لا لاحظ غير هذاك الشيء، غادي يبان لك شنو هو القانون، غادي غير يقول لك المعروف عندك الحق تجيب الحطب من المقبرة، وهذيك الحطب ديال المقبرة ممكن تسخن به الماء ديال 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 المسجد، وممنوع على التكاتين، ممنوع على الأسر أنهم يستعملوا الحطب. غير هذه كافية باش تعرف شنو هي القداسة، بأن المعروف راه مقدس، العائلة ماشي مقدسة، الجامع مقدس، والجماعة اللي كتاكل المعروف مقدسة. ماشي بالضروري يقول لي مقدس، لان هذه ثقافه ماشي مكتوبه، ثقافه ما عندهاش المفاهيم ديال الانثروبولوجي. الانثروبولوجي كيتمحن لان هناك لغه اللي ما متمكنش منها حسن رشيق، اللي متمكنين هذوك الناس، وكنحاول نترجم هذيك الكتابه. شنو هي العائله؟ الفرق ما بين الرجل والمراه، تقسيم الطقوس، العمل اشتغلت عليه كثير الاستاذه، ما بين الجنسين، اش كدير المراه اش كدير الراجل في تقسيم العمل، الى اخره. اذا كون ان
الاشتغال في هذاك الوقت حول البادية ما كانش سهل وما كانش بسيط، وكنظن حتى الآن، ولكن كان أصعب في هذاك الوقت، لأن حنا باش ما كنفرشنا شي شوية، لا شوية فرشنا شي شوية. النقطة لأن كاين عدد كبير من الأطروحات الآن حول البادية، حول الطقوس إلى آخره إلى آخره. اشتغلت على الرحل، اشتغلت على الرحل وكنت سعيد، لأن بقوا يقولوا حسن شلح كيخدم على الشلوح، الأنثروبولوجيا أيضا تاني الاستعمارية كذا كذا كذا، وكانت غير فرصة، ما كانت فرصة، كانت استشارة حول تنمية الرحل، وقمت بهذاك الكتاب. نفس الشيء كتسحب منا العالم ديال الحضاري ديال المديني ديال البيضاوي، وشويه كتكتشف عوالم. داكشي علاش قلت قبيله الانثروبولوجيا والروايه، ماشي غير الانثروبولوجيا، الروايات، التاريخ الى اخره، هو كتوسع الافاق الثقافيه ديالك. كتكون محبوس في الدار البيضاء، كتعرف غير هذا دوزيام والتلفزيون وكذا وكذا وكذا، واحد الوقت كتمشي كتلقى ان عالم المفردات، وهذه من بين الحوايج اللي نقدروا نخدموا عليها هنا في الشاويه، المفردات ديال الكاره. اشنو هي الكاره؟ العرقوب. شنو هي الحلاسه؟ الشيخ عطانا 80 كلمه، وكل كلمه كيقول لنا اشنو هي الشبكه كذا كذا كذا، الدراع الى اخره. والمثال اللي كنعطي في بعض الاحيان هو تخيل شي ميكانيسيان كيتكلم لك على السياره، وانت السياره يلا كتعرف فيها العجلات والرويضة والكوسان إلى آخره، كتدخل تما كيبان لك عالم ما تقدرش تسميه، كتسميه ثلاثة الحوايج ولا أربعة الحوايج. نفس الشيء ملي كتشتغل على الروحان، نفس الشيء ملي كتشتغل على البادية. أنا إيميل لاوست أنثروبولوجي استعماري، اللي بغى يقول شي حاجة يقول. ملي كتشوف المحرات وكتلقى المفردات ديال المحرات في عشرة ديال الكلمات، وكل كلمة كتجرك الكلمات وعوالم آخره. هاد العوالم اللي فيه تصورات وتمثلات للطبيعة، تمثلات للأشخاص، تمثلات للتاريخ، تمثلات للماضي، علاش غادي تضيع؟ علاش غادي تضيع؟ واخا ما نستعملوهاش باستعمال أداتي، لأن كاين المسائل الرمزية إلى آخره. من بين أيدي المقالات القديمة على البلدي والرومي، وهذه كلمة البلدي، لأن الأنثروبولوجيين من بين المداخل الثقافة هو المفردات والمعجم والإيديولوجيا والعدد الكبير من الأشياء، لأن هذا هو المدخل. طيب، كنتكلموا على القيم، اختيار المواضيع بالنسبة للأستاذ حسن رشيق ولا حسن رشيق توتو تتحكم فيها القيم. أنا كنعطي قيمة للرحال، كنعطي قيمة للطقوس، كنعطي قيمة لهذا اللي يسمى الدين الشعبي، كنعطي قيمة كنشتغل عليها. ولكن من بعد غير كنشتغل عليها، كنبدا نشتغل عليها، كنخلي القيم ديالي جانبا، والا غادي تولي رومانسية، غادي تكتب على الخيمة البدوية وكذا رومانسية، هذاك عنده الحق، ولكن انا ماشي دوري انا. كنخلي القيم وكنشتغل بالادوات اللي كنسميوها موضوعية، وهذا ثاني بحر طويل ما يمكنش نخوض فيه. ولكن كيف ما كان الحال، هناك تقسيم ما بين الفترة الأولى ديال اختيار المواضيع اللي فيها القيم تتحكم فيها. عندي قيم، غنتكلم عليها فيما بعد بالنسبة للمورود الثقافي، ولكن من بعد كنشتغل على الرحل كيف ما غادي نشتغل على الأفغاني ولا محمد عبده ولا على الفاسي ولا كذا، نفس الأدوات، نفس المقتربات، نفس الجهاز المفاهيمي اللي ماشي نطول فيه، هو اللي كنطبقه. إما كنشتغل على التاريخ أو لا كنشتغل على النقطة الثالثة في هذه المقدمة، هو في بعض الأحيان يخيل لنا أن كنشتغل على الآخرين البدو والرحال وكذا، وما كنجروش الغطاء اللي عندنا، ما كنقولش هاد الشيء كاع اللي فهمته انا مع الرحال وهذا، اش غندير به انا في حياتي، في حياتي اليوم به، اش غادي نعمل به؟ الا ما عملتيش هاد النوع من التجسير، معناه انك راه كتشتغل على حيوانات ولا كتشتغل على البيئه طبيعيه ما كتكلمش الى اخره.
ولو أن أنت في الحيوانات، عندي أصدقاء يشتغلوا على الحيوانات يقولوا لي لا لا هذه كنسحبها ما كاينش لنا، لأن كان عندي صديق كيخدم على القرودة وعندي أصدقاء كيخدموا على اللي كانش في فرنسا وكيفاش اللي كانش ولا كينعس مع الناس إلى آخره. لا حتى هذه حيدة. طيب وهذا هو اللي دفعني، وهذا نخدم هذه في هذه المقدمة، هذه اللي دفعني أن نكتب على الوالدين ديالي. أقرب ميدان بين مزدوجتي لك هو الوالد والوالد ديالك. الوالد توفى في هذه 5 سنين، الوالدة 3 سنين ولا 4 سنين باش توفات. ما ندمتش ولو أنني وقفت الكتاب، لأن بحال ملي كنت كنكتب بحال كنقول لهم أنا نكتب عليكم ودعوا. حبست 11 سنين، من بعد قلت خليك من الكلام هذا نكتب عليهم. دونك في 2012 في نفس السنة اللي خدمت فيها اللي خرج فيها القريب والبعيد كنت كنشتغل عليهم بجوج. وهذا أيضا التراث ماشي بالضروري هذاك التراث المنظم، التراث الوالده تحكي على داكشي اللي الوالد اللي حكى على هو ملي فقيه كيفاش ولا فقيه، وهو اللي كيحكيها كيفاش ولا فقيه، واش نيه تكون فقيه، وعلاش ما بقيتيش فقيه، وعلاش هاجرتي وما هاجرت. حتى هي راه داخل في التاريخ ديال ماشي ديال العائله ديالي، انا ما كتهمنيش العائله ديالي، انا كناخذ الاشياء اللي ممكن ان اقتسمها مع الاخرين، هما الاشياء الحميميه ديال الوالد والوالده وديال انا كنخلي لك مع من ديالك. هذه القضيه ديال كيفاش وليتي فقيه ولا مفهوم الاصل هو باش كنبدا، شنو هو مفهوم الاصل؟ حسن الرشيق بيعرف الاصل ديالو، شنو هي الاصل؟ كنا كنقولوا هذا ملي مشيت لقيت متاهه، ما لقيتش اصل، لقيت متاهه. شنو هي متاهه؟ وجدي كيضحك عليا، انا جدي عطيته الكلمه باش يضحك عليا باش يتفلى عليا، جاي كتجري وباغي تعرف شنو هو الاصل وهذا. وفي الاخر اش لقيتي؟ لقيتي عندي 4 تسميات و10 تسميات، ومره كنتسمى كذا ومره كنتسمى كذا ومره كنتسمى كذا، وانتم ما عندكم غير رشيق كلمه واحده، واش غدير بالرحالي وانت مديني؟ وكيتفلى عليا، وانا كنتفلى على راسي. ولكن هذا اظن اختيار الموضوع، علاقتي بالقيم، التفكير في علاش كنشتغل على هذا، على من بعد نفكروا في الموضوعية إلى آخره، في المسافة، في كل هذه الأشياء هذه. ومن يكون أكاديمي، لأن من ما نكونش أكاديمي مديح لهوية المرينة كنقول أنا لست أكاديميا، أستغل معلوماتي الأكاديمية ولكن أدافع على الهوية المرينة. خسرت تقول لي، تقول لي إمتى كتكون أكاديمي وإمتى كتكون مناضل، كل الأشياء مهمة. أنا هذيك نضلت فيها، بغيت نقول انا مع الهويات المرنه و ضد الهويات القاتله، الهويات الصلبه، الهويات كذا الى اخره. اختيار الموضوع وثم التجسير، لا ريفلكسيفيتي سوسيال. التجسير هو التفكير في ما هي العلاقه ما بين البدوي وحسن الحضاري، حسن الرشيق الحضاري، ما بين العلاقه ما بين الطقوس ملي كنكون كنحضر الطقوس الى اخره الى اخره، كل هذه الاشياء هذه بيناتهم الطقوس ديال الدكتوراه، بيناتهم الطقوس ديال الزواج ديالي، بيناتهم اقتراحات. هذه هي طريقتي في التدريس، مقترحات هكذا بسيطه وغادي نحاول نعلق عليها. التراث بناء اجتماعي وثقافي، هذا عنوان لكتاب، عنوان لمقال، عنوان لمحاضرة واحدة إلى آخره. التراث بناء اجتماعي وثقافي. في بعض الأحيان كنفكر نوصل لهذه المسائل اللي كتكون إلى حد ما مجردة انطلاقا من حياتي اليومية. رحلت مرة واحدة في 2000 من منزل إلى منزل آخر، وكان المشكل هو كان عدد كبير من الأشياء اللي عندي معها علاقة عاطفية، الكتبة ديال الأطفال ديالي، اللعب ديالهم، الكتبة ديالي القدام إلى آخره إلى آخره. وكانت حيرة لأن ما تقدرش تدي كل شيء، يستحيل، خاصك تختار، ما خصكش تختار وحدك، لان كاين انت، كاين الزوجه ديالك، كاين الاطفال ديالك. واظن ان نفس العمليه ملي كنقولوا هو بناء،
في اختيار المواضيع، في اختيار الأشياء التي سترحل بها، في هذا الوقت يتم البناء الثقافي. لأن ممكن واحد يقول لك وهذه الأشياء هذه ممكن نشريوها من بعد، ممكن أن تعوض، ما كاينش نرحلوا بها. عدد كبير من الأشياء ممكن أن تعوض، السرير أو لست أدري أو أي 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 منقول ممكن أن يعوض، وهذا خليناه. كتب ديالي القديمة ناديت الطلبة ديالي في هذاك الوقت من بيناتهم فاطمة يتموس، قلت لهم خذوا الكتب اللي بغيتوا إلى آخره. هل الكتب القديمة ما قدرش نلوحهم، هو مقدام ما غاديش نستعملهم مازال، ولكن رأينا نبسط التراث، هذا باراديغم ديال التراث. الآن نفس الشيء حينما نكون بصدد التراث، لا يمكن أن ننقل كل شيء، ما يمكنش، ثقل كبير، راء أجيال. إذن كيف يتم اختيار ما هو تراث؟ وهذا السؤال ديالنا، أشنا هي الأشياء اللي غادي نقول هذه تراثية؟ وهذه احتاج إلى ما وضعش السؤال، هذه ما كاين لهاش. وفي بعض الأحيان، ماشي في بعض الأحيان، في جل الأحيان هناك إيديولوجيات صريحة تقول لك ما هو التراث وما ليس تراث. وهنا فين كتبدأ النقاش العمومي، كتبدأ الجمعيات ديال المجتمع المدني، الأحزاب، المثقفين إلى آخره، فهاد الخضم بدا. والسؤال بصيغة أخرى هي كيف تتحول عناصر ثقافية، لأن الثقافة أوسع من تراث، كيف تتحول عناصر ثقافية إلى تراث؟ كيف جامع الفناء ولا تراث؟ كيف موسم طنطان ولا تراث؟ كيف السقارة البيازة ما بعدش من هنايا، الدكالة معروفين هما أكثر، كاين مناطق أخرى السقارة ولا تراث في كنتكلم على اليونسكو، ما كنتكلمش على إلى آخره. اللائحة ليست طويلة، ولكن كاين رقصات سوسية، صديقنا محمد مهدي عمل الكثير باش تعترف بها اليونسكو، رقصة من الرقصات السوسية ديال التسكيوين ديال البارود، والكوسكوس إلى آخره. إذن هذا سؤال صعيب نجاوب عليه، ولكن كل واحد في المنطقة اللي كيشتغل عليها، في المجال اللي كيشتغل عليه، يوضع هذا السؤال ويشوف إلى أي حد، هل الخيمة تراث، هل الكسكس تراث، هل إلى آخره إلى آخره إلى آخره. قلت هناك الاختيار، وهناك الوجه الآخر للاختيار هو الإقصاء. الإقصاء ممكن أن يكون كيف ما قلت بإهمال، وممكن أن يكون إقصاء متعمد. ترابورا أفغانستان، ترابورا هذه المسائل مع قبل الإسلامية، العراق شفتوا مع اللي عمل داعش، هذه ماشي بس شفتوا اش تعمل في طومبوكتو، ما تقولوش رحنا بعاد على هذا الشيء، ما تقولوش رحنا بعاد، راه كتبدا دائما غير بشوية، كتبدا بشوية. أنا في المحاضرة كنتكلم على الأشياء بهذه الطريقة، وكنسمح لنفسي باش نتكلم على الأشياء بهذه الطريقة هذه. إذن هناك إقصاء، وفي بعض الأحيان كيكون الإقصاء كيبان بسيط. أنا ليس هناك أي إقصاء بالنسبة لي بسيط، هناك تداول، وليس الحق لأي شخص أو لأي جماعة أو لأي جمعية في هذا المجتمع إقصاء. ما بغيتيهاش خليها، دافع على القيمة ديالك، دافع على الإرث ديالك، وخلي الإرث ديال الآخر. ما تجيش تقول لي العيطة، لا ما تجيش تقول لي الملحون، لا إلى آخره إلى آخره. الإقصاء يتم أيضا عبر كلمات، بدعة، فولكلور، خرافة، هراء إلى آخره. وأنا كنركز مازال كنقول لكم أن الكلمات هي المداخل للتفكير، ملي تحصر الكلمات كيسهل عليك انك توصف تفكير، كيسهل عليك بالنسبه للماركسيه، بالنسبه
النيتشية بالنسبة لأي أي منظومة كانت فلسفية أو ثقافية. القيم اللي عندها علاقة بالتتمين هي احترام الثقافات، وهذا مبدأ في الأنثروبولوجيا، مبدأ في تقليد في الأنثروبولوجيا، لأن الأنثروبولوجيا تقاليد عدة وعديدة. احترام الثقافات، النسبة الثقافية للرولاتيفيزم كولتورال، في بعض الأحيان للرولاتيفيزم كولتورال كيجر الأشياء أخرى، ولكن مش هذا المشكل اليوم. احترام اللغات، احترام اللهجات، كل ما عنده علاقة بالاحترام، وهذا مفهوم فلسفي ماشي مفهوم ديال الأنثروبولوجيا. بعد إيمانويل كانت لو ريسبي، احترام الثقافات، احترام اللغات، احترام كذا إلى آخره، وهذه ممكن أن تبنى عليها عدد كبير من 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 السياسات العمومية. هذه اللي تبع إلى حد ما الحركة الأمازيغية، الحركة الثقافية الأمازيغية، موفمون كولتورال أمازيغ، من سنوات 60 حتى الآن. هادو هما المبادئ اللي اشتغلوا عليها كثير، عندها علاقة باللسانيات، عندها علاقة بالأنثروبولوجيا، المساواة ما بين اللغات. ما تجيش تقول لي اللغة العربية، كنتكلم في أماكن اللغة العربية مقدسة واللغة الأمازيغية اللغة ديال يومية إلى آخره. كل هذه الأشياء دي اشتغلوا عليها. قبل قليل تكلمت أستاذة حياة حول تملك التاريخ والذاكرة، هذا أيضا قيمة من القيم. ثم نقد التنميط الثقافي للعولمة، وهذا أيضا قيمة من القيم. ما نمشوش برجلينا كاملين بربعة الرجلين في العولمة، مرحبا بالعولمة إلى آخره. ماشي أنا اللي كنتكلم على القيم اللي ممكن تبرز في الدفاع عن التراث. اللي كيصعب المأمورية حينما نتكلم عن التراث، هذه غنشير لها، ما عنديش الوقت نمشي فيها بعيد، هو أن التراث موضوع كيف ما الإيديولوجيات كاملين، كيف ما الإيديولوجيات وكل الأنواع من الدفاع عن التراث، عن قيم. ولو أن الخطاب ما يكونش إيديولوجي محض، هو أن التراث هو موضوع للعواطف. قدر ما تتقلقش إلى فيزيائي كيتناقش مع فيزيائي ما يتقلقوش، هذاك يقول هذا، ذاك يقول هذا. ملي كنتكلموا على التاريخ، وكنتكلموا على اللغة، وكنتكلموا على الدين، وكنتكلموا على الهوية، وكنتكلموا على هذا موضوع عواطف. ما كنقولش ما خصش تكون عواطف، أنا عندي كما كنقولوا بالدرجة مربي الكبدة أنا على شي حوايج، ولكن هذه كتصعبها. هذاك الشيء ملي تكلم قبيلة على الموضوعية، أن واحد الوقت ولو الأب ديالك والأم ديالك راك أنثروبولوجي، ماشي بالضروري أن تنساق. هذا خصو يعني موضوع وحده. العواطف هي اللي كتدفع عدد كبير من الفاعلين، تكون دولة، مجتمع مدني، مثقفين، للدفاع عن فقط. ما كاينش القيم، حينما نتكلم عن القيم، القيم بالنسبة لي ربما كنت نقولها في الأول، القيم هي أفضليات وأفضليات جماعية. أنا ممكن أن أفضل المسرح على السينما، هذا شغلي، ولكن القيم نحن بصدد أفضليات جماعية وبصدد أفضليات معيارية. هذه خاصة تكون العيطة، خاصت ولا العيطة ما خصهاش تكون إلى آخره. بالنسبة للعواطف، كيف ما قلت، كل هاد الأنواع من رقصات، هزيج، سقارة إلى آخره إلى آخره، هي موضوع عواطف. أكرر هذه اللي قلت لكم قبيلة، كل مرة كنفتح باب وكنقول لا، يجب أن أوصد هذا الباب، وإلا غادي من باب الباب. اعترفنا البناء الثقافي، كيف ما قلت قبيلة، الإرث أو الموروث هو بناء ثقافي،
وبناء اجتماعي. بالنسبة للطلبة والطالبات الشباب اللي باغيين يعرفوا اللي ما عنديش الوقت اشنا هي بناء ثقافي وبناء كذا، راه كاين فيديو حول الشباب كبناء ثقافي واجتماعي، غير باش تفهموا شنو هي، وكاين حول الايديولوجيا كبناء ثقافي واجتماعي الى اخره. حتى هي ما عنديش الوقت، داكشي علاش دائما كان اللي سجلتها كان احيل عليها. طيب الاعتراف الان اختارنا، اعترفنا بان العيطة كذا، بان السقارة، بان جامع الفناء، بان الاهازيج الفلانية هي من تراثنا، اتفقنا عليها. المفاهيم اللي كتجي من وراء الاعتراف مفاهيم كثيرة، انا خديت كمثال مفهوم النقل لا ترانسميسيون، مفهوم الاصالة والاوثنتيسيتي، النقل والاصالة، المحافظة، النقل والاصالة. هنا ايضا راه بحر وفيه رهانات سياسيه وفيه رهانات ايديولوجيه وفيه رهانات انثروبولوجيا ورهانات تقنيه الى اخره الى اخره. هذه 20 سنه و 25 سنه مشيت للقصبه ديال بولعوان، دزنا من ولاد بوسعيد قصبه بولعوان، ولقيت قصبه بولعوان ديال مولاي اسماعيل في واحد الحاله يرتاله، ما عرفتش الان يرتالها اكثر، يرشالها. ضرني خاطري لان كتقول الاسره العلويه مازال كاينه، وقصبه جات في مكان جميل دير ليكوتوريزم ودير هذا. اذن المحافظه هي يعني المحافظه على التراث، قلت فيه اشكالات ما سهلاش، وهذا الشيء اللي غادي نحاول نبين الان. سهل كلنا غادي نقولوا لا خاص الاصاله والتاصيل والاوثنتيسيتي والمسائل خاصها تكون الحقيقيه ومن من زيفوش التاريخ. المسائل ماشي بسيطه، وهنا هذا هو الدور ديال الانثروبولوجي، لان كيخلق هذه المسافه. ما مربيش الكبد على الاصاله، كينتقد الاصاله، كيشوف اش الاصاله امتى تنفع امتى ما تنفعش الى اخره. ماشي بالضروري ان كما كيقولوا عندك شيك على بياض، غير قول لي الاصاله نتبعك، لا تسنى تفهم شنو هي الاصاله. اول شيء المفهوم اللي وراء الاصاله، مفهوم الزمن اللي وراء الاصاله، مفهوم لا خطي نو لينير، لا دائري نو سيركولير، لا سيكليك غير دوري، لا دائري وغير دوري، ثابت كتجمد التاريخ. ممكن ان القصبه ديال مولاي اسماعيل كانت هكا خصها تولي كيف ما كانت، نرمموها نضيفوا عليها ما نزيدوا عليها، ممكن نتداولوا بيناتنا ونتناقشوا. ولكن الثقافه اللاماديه اللي كتخلق مشكل كبير في بعض الأحيان، تقالت قبيلة تسجيل الحكايات الشعبية، عدد كبير من الناس اللي كيشتغلوا في المجتمع المدني يخيل لهم أننا صافي كنمشيو عند واحد الراجل كبير ولا امرأة كبيرة إلى آخره، كتقول لنا الحكايات الشعبية، سدينا سجلنا حافظنا نقينا. أحسن طبيعة الحال أنا كنقول هذه أفضل، هذه خطوة أولى، ولكن رحنا ماشي في الأصالة. هذيك السيدة أو السيد اللي قال الحكاية الشعبية، وأنا يعني كنسافر إلى حد ما كثير وكندخل المتاحف، ومن بين الأشياء اللي كنمشي للمتاحف ما كنشوفش بعينيا، كنمشي كنتصنت، وكاين المتاحف اللي كنمشي كتصنت، حكاية ديال الهنود الحمر، حكاية ديال كذا، كتصنت لها باللغة ديالها ما كتفهم فيها والو، كتصنت الترجمة ماشي مشكل كل واحد. المشكل في حينما نتحدث عن الثقافة اللامادية اللي هي أيضا في التراث، هو أن تكون طقوس، تكون حياكات شعبية، تكون أهازيج، تكون رقصات، إلى كل 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 هنا السؤال يطرح
سؤال الأصالة يطرح يعني بصفة متفرعة، يعني كل إذا مشيتي لقناوة واحد لي أصيل ديال قناوة يقول لك هذاك الشيء ديال الفيزيون مع الجاز وهذا، ما بقات أصالة ما بقى قناوة. ناقشوا، أنا ما كنقولش هادي ولا هادي، حنا غير يكون نقاش يكون تداول. ملي كنا كنتصنتوا الصغار الملحون الى اخره، استاذ من الاساتذه اللي كنعزهم جا قال لي الغيوان تكرفسوا على الملحون. انا قلت ليه لكم ما كانش الغيوان ما نعرفش كاع الملحون، ما ندوقش الملحون، ما عمري ما ندوق، انا شاب خاصني شي شويه ديال الايقاعات. تولالي دقتو من بعد، ولكن واحد ملي تكون عندك 19 20 عام ما غاديش ندوق تولالي. هاد النوع هذا او لا واحد انتروبولوجي هذا ما عادش نذكر الاسم ديالو، مشى للبلاد ديالو لقى داك عندهم واحد الرقصه بالطبل، وكان مشى قرا وعرف بان ما الطبل راه جاي من السودان، قال لهم هذاك راه داخل حيدوا عنا الطبل غادي نشطحوا غير كذا. اصاله طهريه بريتانيزم تطهير، بعد المره تطهير اللغه، بعد المره تطهير ملي كتبدا بهذا التطهير هذا زعما 4 كيلومتر 5 كيلومتر كتلقى التطهير العرقي، غير 5 كيلومتر من بعد كتلقى التطهير العرقي. وبعد المرات كنسكتوا على هاد الحوايج اللي كتبان بسيطه، اسيدي التطهير انا ما ديرش يا تطهير، ولو تكون بسيطه ما كاينش تطهير. هاد بين ماون نفس الشيء، اكادير نواحي ديال اكادير الى اخره، والمدن القريبه من اكادير بيرمون وجلود بوربطين، كل منطقة عندها 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 الاسم ديالها. حضرت ليه وحضرت اون ميزون سين، حضرت شي حاجة داروا لنا حنا، بطبيعة الحال كاين ما كايناش أصالة. نظرتي أنا للتراث ماشي كأكاديمي كمواطن أولا، هو أن التراث منجم، وككل مناجم ملي كتخرج الدب دير بما بغيتي، ككل مناجم استعمل هذيك الحكايه الشعبيه في فيلم، استعملها في مسرحيه، استعملها في هدف اشهار، هذاك شغلك. المهم خط زناتي مشى خط زناتي، كون ما كانش خط زناتي ما يكتبش الروايه ديالو، وكيد النساء والافلام ديال بوبكدي وعدد كبير من الاشياء. وهذا خيال ومخيال اللي كيخلي ان الفنان ما يكونش حبيس الدار البيضاء ولا الرباط ولا بطبيعه الحال. ما غاديش نقول بوبكدي عاودي لي الحكايه كيف ما كذا. هنا فين كنختلف مع الاصاله، معناه انك تجرد الجماعات من الابداع من الزياده او النقصان حسب المحيط اللي كيعيشوا فيه، حسب الرهانات اللي كنعيشوا فيها. اشتغلت على الطقوس، ومن بين الإشكالات الكبيرة في الأنثروبولوجيا هي ما الذي يضيع حين يصبح الطقس نصا مكتوبا؟ شنو اللي كيضيع؟ شنو بالحوايج اللي كتضيف كتحيد إلى آخره؟ وهذه ماغاش أنا غير كنشير لها كأنثروبولوجي المعروف. كاين حالة حدا وحدة كدير سيناريو معدل، كتشوف سبعة ديال المعارف ولا ثمانية ديال الطقوس وكدير واحد المعدل، شي حاجة اللي كتعاود هنا وكتعاود هنا. أنا كنقول لا، وكتبتها فيها شي شوية ديال التفاوض، عملت ثلاثة ديال الأنواع ديال المعارف، ومع ذلك أقول راه هذا معدل أيضا، ولو أنك كدير ثلاثة النماذج راه معدل. فمفهوم الأصالة كيجرنا للطهرية، ماشي دائما، أنا قلت لك في بعض الأحيان يجب أن نرمم كيف ما كان، ماشي مشكل، كاين أي مشكل، ولكن في أحيان أخرى كاين هناك إبداع. الملحون ماشي بالضروري يبقى الملحون بهذيك الطريقة، القناوة ماشي بالضروري تبقى قناوة بهذيك الطريقة، الأهازيج، وفي بعض الأحيان راه ماشي أنت حر. باريز اللي كتعرفوه، باريز اللي في جامع الفنا، نهار اللي تلاقيت معاه حول التراث في دوزام،
راه ما عاودش لهم دويازان، عاود لهم قصه في 4 دقائق. ولا كان في جامع الفنا راه ما غاديش يعاود لهم دويازان. حنا ملي كنا كنمشيو للحلقه في الدار البيضاء راه كيبقى داك السيد كنبقاو معاه شهر. شكون اللي غادي يبقى معاك شهر؟ فانت بنفسك تضطر انك كتخلي الاشياء اللي طويله وكبيره وهذا، والرقصات اللي فيها بدا بهكا وبدا بهكا وبدا بهكا فيها واحد 10 ديال المشاهد، وكيقول لك هذا لست ادري في المناره ديال مراكش ولا في اي مهرجان، الله يخليك حنا بغينا ربع ساعه، بغينا 10 دقائق. انت راك كتقول محافظ على التراث، ما كاين لا محافظ على التراث لا ولا. اولا كاين هذا التقليص اللي عنده علاقه بالوقت، عنده علاقه بالزمن الحضاري، وما عندوش علاقه بالزمن البدوي والريفي. ثانيا ان السارد عنده حريته. انا الوالده ديالنا ملي كنا صغار كانت كتعاود لينا كل مره كتدخل حاجه وتخرج حاجه، ما كنتذكرش الان ولكن كتبان لنا بان السارد ما كاينش هناك سارد اللي غادي يعاود لك يحكي لك الحكايه من الاول حتى الاخر بحال حفظها. إذن حتى إذا كانت هذه القضية ديال التسجيل تكون غير على الأقل الفكرة ديال يكون واش كاين هناك تنويعات، هناك تغييرات، واش نفس الأسماء، واش نفس الأبطال، نفس الأشخاص إلى آخره إلى آخره. ربما من ناحية للناحية الأخرى كتغير، غير ناخذها بعين الاعتبار هي ما كايناش أصلا، ما عمرنا ما نوصل لأصلا، ولكن على الأقل ما نكونوش موهومين بأن ما راه ملي كنسجلوا رافضين. الوظائف ديال الرقصات ماشي الوظائف، الرقصات في البلاد راه اكثريه ما مديوراش الفرجه، الناس راه كيشاركوا، كيدخل واحد كيخرج واحد كيدخل. ملي تكون المهرجان في المناره دخل يقول لك لا ما تدخلش، كاين واحد الحاجز ما بين المشاهد والراقص. ملي كتكون في اسيس اي واحد يقدر يدخل. ملي كنقول اي واحد يدخل، كاين مقال ديال 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 الصديق ديالي محمد مهدي حول الرقص والمكانات الاجتماعيه، ماشي اي واحد، ماشي اي واحد غادي يضرب هذا، خص تكون كذا. ولكن كيف ما كان الحال هذاك مشهد جماعي وليس مشهد. طيب هذا بالنسبه للاعتراف وبالنسبه لمفهوم المحافظه وماذا نعني بالمحافظة. مرة أخرى اللي مهم هو طرح السؤال، أنا ما عنديش أجوبة لكل شيء. اللي مهم في الأنثروبولوجيا وفي العلوم الاجتماعية هي كاين خزان عندنا، ولكن اللي مهم هو الحالة اللي نحن بصددها، كيف يمكن أن تكيف الخزان اللي عندك. ما كاينش جواب، في بعض الأحيان كاين الجواب قبل السؤال، واحد عنده الجواب باقي كاع ما سألناه عنده الجواب، حنا كنسألو من بعد كاين تنويعات. هنا كاين الأصالة، كاين مشكل، ماشي حنا ضد الأصالة، ولكن في أماكن أخرى ما تكلمش على الطهرية، ماشي واحد دخل واحد حاجة تجي تقول لي لا يجب تطهير هذه الكلمة داخلة، ما تقولوش هذه بالأمازيغية بالعربية، راه كاينة كلمة بالأمازيغية ديال الناس. أنا كبرت في الحليب، كنقولوا الحليب، هي أنا عارف كاين أكفاي في مناطق أخرى، حنا كنقولوا الحليب، أمي كتقول الحليب، شرب الحليب، عويد الحليب، يستسويت الحليب، أريد الحليب، الحليب، كنقولوا الحليب قد الحليب. ما تجيش ترغم عليا، أنا كبرت في الحليب، تجي تقول لي كاينة أكفاي، مزيان نعرف أنا كاينة أكفاي. هاد وهذه راه ما كايناش في المغرب، راه الفلاسفة الكبار مثل فيشتا، لأن بعض المرات كنبعد من المغرب باش غير يعرفوا الناس بأن ما راحنا ما عايشينش. راه فيشتا كيقول فيلوزوفي ما كيحملهاش لأن أصلها لاتيني، أكسجين ما كيحملهاش لأن أصلها لاتيني إلى آخره، وباغي تكون كل شيء الكلمات كلمات ألمانية ومشتقة من جذور ألمانية. راه الطهرية راه فين؟ ما تقولش ساندويتش، ما تقولش، راه باقي عاقلين اللي كبار شي شوية بحال سي حبشي، لا تقول كرواسا قول هلالية، لا تقول زعما إذا قلتي هلالية إلا مشيتي عند تقول لي عطيني هلالية يقول لك سير تلعب الهلالية، عافاك عطيني الهلالية. فهاد هاد 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 الاحتقار الدارجة
وتقول ان العربيه هي اللي كاينه وتكلموا غير بالعربيه. كاين مجالات اللي نتكلم فيها غير بالعربيه وحده وما نتكلم ما ننطقش بدارجه وحده، كاين، وكاين اماكن اخرى اللي نمزج. اذا بالنسبه لي السؤال هو الابتكار والنقل، اش نختاروا الابتكار او النقل؟ الا كنتي غير كتنقل الله يعاونك، بغيتي تنقل، بغيتي ما بغيتيش دير حمد يديك، ما بغيتي تضيف حتى حاجه، شغلك هذا دير شيء فقط، ما تلزمش على ناس اخرين انهم يقوموا بنفس العمليه. غادي تمشيو للابا يعزى مولاي ابو عزى، غير بعد غير الابا يعزى مولاي ابو عزى، بعد غير في هذه كاين نقاش. وجدتوا شي حاجه على مولاي ابو عزى، على المناقب ديالو وداك الشيء كامل الى اخره. هذه ايضا من بين الاشياء اللي اشتغلت عليها، واشتغلت على المجدوب الى قريته، لأن أيضا التراث في بعض الأحيان نتخيله كدائرة. أنا بالنسبة لي التراث بحيث خديتي الشبكة ديال الإنترنت أو الشبكة حتى ديال الطرقية إلى آخره، ما كتوقف حتى في شي بلاصة. هذه كتديك لهذه، والاخرى كتديك الاخرى، والاخرى كتديك الاخرى، والاخرى كتديك الاخرى، والاخرى كتديك الاخرى. اذا تصورنا كدائره مغلقه، وممكن ملي نتكلموا على التراث في الشاويه كذا 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 كذا، حبس، ما تزيد، ما زاد، عارف انتم ما يشتعبوا. ولكن في بعض الاحيان يخيل الينا ان الولايه هي كذا. انا اشتغلت على الولايه، ومن القيم اللي كنتكلم عليها، لان من القيم اللي كندافع عليها هو ان تكون للجماعه وللفرد خيارات. كيف ما بغى تكون هذه الخيارات، تكون خيارات في الهويه، خيارات. بغيت تكون اسلامي الله يعاونك، ما بغيتي تكون حتى حاجه الله يعاونك، بغيت تكون قومي الله يعاونك، تكون خيارات. وحتى واحد ما يلزم كاكاديمي في الدروس ديالي خيارات، كاين التقليد الفلاني، كاين المنهج الفلاني، كاين المنهج الفلاني، وانت اختار اللي كيناسبك، وناقشوا فلان وناقشوا فلان، وفلان الف يناقش باء، وباء يرد على الف الى اخره. هذا هو مفهوم التراث، ان كل ما كانت الافاق كثيره، كل ما كانت الخيارات كثيره. وفي المغرب كاينه، ما نقتلوها شيء، في المغرب الخيارات كثيره جدا. يلا احنا ما عمري ما سمعت بالهيت، يلا دابا مع 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 يوتيوب وليت كنشوف الهيت. ما عمرني ما سمعت به. اش بغيتي نقول لك؟ شكون اللي غادي يقولها ليا؟ الدريبه، المدرسه، التلفزيون، الهيت، الرقصه ديال بن سليمان، وهذا ها هي دابا في يوتيوب، في يوتيوب، في يوتيوب كاينه. الغرب قلت لك بن سليمان، بن سليمان. انا ما عمري ما سمعتها، يلا ثلاثة او اربع سنوات كنسمع. فاللي بغيت نقول، ها احنا باقيين في شبكه الطرق، هاي تزاد، هاي بنت، هاي بنت، عجباتك ما عجباتك، شغلك هذاك ما عجباتك، شيء ماشي مشكل. هذا راه كاين ناس بعدا راه كيتكلموا عليها كثير. اذا بالنسبه للولايه، ايضا الان حتى 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 بالنسبه للتحديدات، التحديدات الكاثوليكيه والبروتستانتيه الى اخره، ملي كتكلم على الولايه، على سانتوتي، فيها الطهريه، فيها لا بيورتي، وفيها واحد جوج عدد يعني الهروب من الدنيا، وعدد كبير من الاشياء من هذا النوع. النهار اللي قريت على المجدوب في بدايه التسعينات، او المجدوبه، وما قريتش عليه عند استعماري باش يقول لك راه هذا الشيء راه كيشوه التاريخ. جعفر الكتاني، ثروه الانفاس، في صلحاء كذا كذا فاس. وجعفر الكتاني عالم، قبل ما يدخل الاستعمار هاجر، لانه ما يقدرش يعيش
مع الفرنسيين، مشى 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 المدينة وكتب على الأقل في الجزء الأول على 30 مجذوب ومجذوبة، الأشياء اللي كيقوموا بها الآن إذا قلتها لكم وأستحي أن أقولها، وهو عالم كتبها وله الجرأة في أن يكتبها، ومع ذلك هذاك راه ولي. هذه مشات الولاية كخرق للعادة، والعادة ديال العادة كذا، وخرق العادة في المساجد، خرق العادة في الزقاق. الكلام راه كان واحد في مراكش مجذوب، ملي كيدوز السلطان راه كان كيتعرى ومخلينه، مع ذلك مجذوب، هذاك مجذوب. مولاي معزة نموذج من النماذج، ما عندوش علاقة بمولاي بوشعيب الرداد اللي كان كيصلي ويبكي ويقول له خص المؤذن يجي يفيق ويقول له يلا راه خصنا نصليو، لأن كاين في الولاية عدد كبير من التنويعات، من الخيارات اللي كانت عند الشخص باش يكون ولي. ما كانش نموذج واحد، وغادي النماذج تتقلص في الذاكرة. مولاي بوحزة 18 سنة غادي تلقى مع مولاي بوشعيب، غادي تلقى مع حسب التشوف وحسب كذا. ال 18 سنة وهو كياكل مع شاب، وهذا نوع من الأنواع اللي كان سائد في مصر الفرعونية، سائد أقصى ما يمكن أن يصل إليه الشخص الذي سيتماهى مع الطبيعة، هو كيكون عريان ومغطي بالشعر دياله، ثقافة صفر. ما هو ثقافة صفر. أبو يعزى حسب التشوف كانوا كيجيب جوج خبزات لأنه كيسرح، واحد لقى شي وحدين واحد النهار عطاهم داك الخبزات وبدا كياكل داك الربيع، ولقى داك الربيع كينفعو 18 سنة وكياكل في الربيع. ماذا يعني بالولاية؟ ماذا تعني الولاية؟ فكاين هناك خزان في الولاية، خزان في عدد اللي فتحتي فيها، كاين خزانات وخيارات. ما أخشاه وهذه العولمة كتدينا في الخيارات وكتدينا في التنميط، ما نحصروش العولمة غير في التنميط. العولمة أيضا هي مصدر و إن أوبورتونيتي، فرصة وفرص للخيارات، ويجب أن نستغلها. من بينتها يوتيوب، قبل تكلمت على الهيت. باختصار، لأن الأمثلة ربما كثيرة، الأشياء الأخرى اللي عندها علاقة بالنظرة ما غاديش نفتحها، غادي غير نشير لها للنقاش إذا كان ممكن. إذا كان هي التصور الأداتي بدون أي صفة قدحية، التصور الأداتي للتراث. هذا الشيء اللي كتقوموا به كان ممكن تور أوبيراتور أسبوع تقول لك 5000 درهم 6000 درهم 7000 درهم، أجي غادي نوريك هذه نوريك هذه. حتى هي داخله، ماشي نقولوا عاوتاني لا حنا طهريين، لا هادشي التوريزم غادي يوسخنا الى اخره الى اخره. حتى هو في تفاوض، توسخني ولكن دير هادي ما نديرش هادي الى اخره، كلشي في تفاوض. فهاد الاشياء اللي عندها علاقه بالسوق، التراث والسوق، التراث والسياحه، ملي اكادير ما كيبقاش اكادير للتخزين، وكيولي اكادير محل باش يجيو الناس يتفرجوا فيه وياخذوا صور، كل هاد الاشياء هادي كتستحق منا السؤال. ليس هناك جواب قاطع، هناك دائما يعني تداول. بعدا هي الاولى، انا كنامن بالتداول، نتناقشوا بيناتنا ونلقاو الحل اللي كيناسبنا حنا كاملين.